بلغ نادي الزمالك في الموضوع اثناء الازمه اللي حصلت بعد ما شان كاترونا بلغ، طلعت في حلقه من الحلقات وبلغت ان هو كان مبلغ المشرف على الكوره والمسؤول عن الفريق الاول انه بيفكر في الرحيل قبل رحيله باسبوعين. ده كلام، والكلام ده انا قلته لو كان حد معلومه غلط كان طلع كدبني وقال لا ما حصلش. بس هو كاترونا لما مشي كان قال قبل كده انه مش كان هو مرتاح مع نادي التعاون والامور مستقره والاجواء مهيئه للنجاح، وفعلا الراجل ده حقق نتائج جيده بالنسبه للتعاون، والموضوع مختلف تماما اللي بيحصل في نادي التعاون عن نادي الزمالك او الزحمه. الوضع مختلف، وبالتحديد خصوص ان في حد كلمه او هو بيفكر، لا ده ما حصلش اطلاقا يعني. ما حصلش. طب معلش يا حازم، يعني في كلام رابط ما بين ان هناك مفاوضات ورغبه عند كارترون، لان هو طبعا هو اشتغل مع لعيبه الزمالك وعارف جوده لعيبه الزمالك. عبد الله جمعه، اوباما، في اسامي كده معينه انا سامع ان هو كان بيشتغل على بعض اللعيبه انها تروح التعاون معاه في تجربته مع السعوديه. شوف، هي الحاجه الوحيده، لا عبد الله جمعه ما بفكرش فيه اطلاقا يعني، انا بعيد عن قريب. لكن اللي فعلا كان فيه رغبه في التعاون معاه في قبل التجديد كان يوسف اوباما، وبالفعل بعت عرض رسمي لطرف نادي الزمالك على امين النادي والاداره استقبلته. يعني ما هو العرض فعلا كان في لعيبه ثانيه هو عايزها الفتره الجايه، ولا ما كلمكش في القصه دي من نادي الزمالك؟ لا، هو هقول لحضرتك، هو يعني عشان يبدا يفكر في الفتره الجايه، فطبعا هي بيبقى نهايه الموسم وبناء على حاله اللعيبه في انما ما فيش خطوط اتصال دلوقتي بخصوص لاعبين في الزمالك. لا حبيبي، حاليا الفتره حاليا ما فيش، وما بدوش حتى يفتحوا ملفات التعاقدات بناء، لان ملفات الزحمه بتتفتح بناء على حاله اللعيبه الاجانب الموجوده في الفريق معاه. نعم. مين اللي هيكمل، مين اللي هيمشي؟ تمام حضرتك. تمام. فهو لسه الدوري لسه قدامه فتره، ولسه عنده مباريات كاس، فقرارات يتاخد في اخر يعني شهر من الموسم. تمام يا حازم، حاله اللاعبين. بشكرك كابتن حازم فتوح، طبعا وكيل اعمال كارترون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والمدير الفني الحالي للتعاون. كهربا كان قالب وشه في ماتش الجيش، وكلام كتير ان كهربا مش مبسوط، وبقى في كلام ان محمد شريف برضه نفس الكلام ما كانش مبسوط بالاعاد بواليا. الكلام اللي داير جوه، بس النادي الاهلي عنده قدره انه بيقدر يحافظ كويس جدا على استقرار الفريق اعلاميا. بص، هو كهربا من ساعه ما راح من الزمالك للاهلي وهو بيحاول يتصنع، بيحاول يبدو ان هو انسان سعيد بهذه النقله، لكن خليني اسال، ايه الانجاز اللي شارك فيه كهربا من ساعه ما راح النادي مونديال الانديه لحد النهارده؟ شارك في 3 4 دقائق، بينزل فقط افريقيا يرقص مع اللاعبين، انا بقول بينزل في اخر دقيقه او دقيقتين يحتفل، لكن في واقع الامر هو ما قدمش الاستفاده الفنيه. مش قفشه يعني؟ لا طبعا.